طيب هشام، هشام سليم من جيل ممدوح عبد العليم، احمد عبد العزيز، شريف منير، هل تعتبر هذا الجيل ظلم؟ انا اعتبر هذا الجيل ما اقدرش اقول انه ظلم لاننا ما زلنا متواجدين، ولكن مش واخد حقه زي الاجيال اللي كانت قبليه او اللي جت بعدي. والله يعني شريف منير الحمد لله السنه دي وانا كلمته وباركت له خد جوائز في فيلم، خد جائزه ثانيه قريب. ايوه فدي حاجه انا حسيت ان انا خدتها. الله عليك. لان الله، طب ما هو نجوم في سني من جيلي والحمد لله ظهروا تاني. فانا مستني عايش على الامل ده ان شاء الله. ان شاء الله تستاهل والله يا هشام.